الراديو 90 90 هواها مصري. خلينا أقول لكم حاجة دمها خفيف كده، كتبها محمود الباجوري على السوشيال ميديا. أسطورة ضحكوا علينا بيها ببطل وهمي اسمه مازنجر، اللي لو قعدت فريد في الحلقات كلها هتلاقيهم هم مفيش أي تغيير ولا في أي أحداث. يا أخي هو الراجل نفس العلقة ونفس كل حاجة بتحصل كل مرة. يعني خلينا نمشي واحدة واحدة كده. بحب أقولك ملخص الحلقات، اسمع. يظهر فجأة وحش بيتكتب اسمه في أول الحلقة بالصيني أو الياباني، أنا مش هو لغة ما يعني، وبيكون على شكل يا صرصار يا برغوت يا سحلية يا جرادة يا برص يا سلعوة مثلا أو عرسة مثلا. تقوم ايه فاتن تشم الخبر، فاتن هي البطلة بقى يعني، تقوم ايه بعد ما فاتن تشم الخبر تقوم طلع سحب افروديت على طول من الجراج ومتهورة جدا، وتطلع تجري من غير ما ترجع لأي حد. يا افروديت يا عقلي يا افروديت، ايه الحكاية؟ كلهم صاروخين وهيتضربوا ما فيش فايدة. تقوم طالعة متهورة افروديت من غير ما تستشير حد بقيادة الاخت فاتن، هوب تلاقي الوحش قدامها، فتقوم رشقة الصاروخين اللي حالتها واللي غالبا وبنسبة كبيرة ما بيجوش فيه. واول ما العروسة فاتن بقى وافروديت تبقى على الجنط يا كبد امها، يروح الوحش ايه بقى يديها بالبنية في وشها، فتروح قاعدة على ركبتها ومصوتها يا ماهر. ماهر مين؟ ماهر هو قائد مازنجر. فماهر يسمع ازاي؟ تحس ايه يعني سمعه بيسمع دبة النملة. المهم ان افروديت او فاتن بتاخد كل حلقه العلقه نفس العلقه، النسخه طبق الاصل من اللي قبلها، لا قلم زايد ولا بوكس يرقص. زي ما يكون الوحش عنده خلفيه بيتقال له كده وهو رايح طالع المعركه، هتجيلك يا بنت هافه كده يله في الاول ما تتعبش نفسك معاها، هتتنشك صاروخين اصلا ما لهمش 30 لازمه، وبعد كده هي هتهبط من نفسها. تلاقي ماهر اسم الله على شبابه ايه، سمع افروديت وهي بتقول يا ماهر، فلازم كده يا ماهر مش يا ماهر ماهر، فاول بقى يبقى يسمع يقوم على طول زي ما قلنا يجري على طول بقى طيران بقى ايه ماهر بالحوامه، لازم يقولوا عليها الحوامه الحمراء دي، وهوب حمام السباحه يتفلق نصين. تقول سحر يا اخي، حاجه كده من زمن المعجزات، ويطلع العنتيل مازنجر واخد دش من حمام السباحه ومستحمي ومروق نفسه علشان يروح ينقذ مين؟ افروديت، وينقذ العالم ويرجع لها صواريخ الاثنين الغلابه اللي عندها يعني، وينقذ البلد كلها من العرسه. اول ما مازنجر يحبت عيني يقابل الوحش، لازم الوحش يغفله وهو بيشقر على فاتن ويرقعه حته علقه. يقوم ماهر بقى ايه بعت له القبضه المدمره، القبضه دي بتكون دراع ماهر الشمال، يقوم الدراع يا ولده رايح ما يرجعش، ويقوم الوحش يبقى ابو دراع واحد بقى، والنبي حارسه وصينه مازنجر يبقى بدراع، لحد ما يا حبيب قلب ننا ماهر ترجع له الذاكره فجاه، ويكتشف ان هو عنده اسلحه فتاكه متلقحه ما بيستعملهاش ومصديه من كتر الركنه، ويفتكر في الاخر سلاح مهم جدا اسمه الرياح المذيبه او العاصفه، ودي يا سيدي غازات بيطلقها مازنجر، بيطلق غازات بس هي غازات لونها احمر يعني تسيح بقى ايتها حاجه، ولازم ماهر يجعر وهو بيقول اسم السلاح، لازم يقوله يعني تقريبا السلاح بيشتغل بالصوت، ويفتكر السلاح ويقوم مجعر وقايله ويطلع السلاح. الحلقه تنتهي بقى بعد ما مازنجر يسيح الوحش، يشيل افروديت بين ايديه الاثنين كده ويمشي، ولازم في صوت خطوات مستفزه كده، وتظهر الشمس يا اما وهي بتشرق يا اما وهي بتغرب، منظر عاطفي يعني، ايهما اقرب على حسب توقيت الخناقه يعني، كانت الخناقه في الفجريه ولا في العصريه. وفي بقى لازم في اخر الحلقه تلاقي بقى الواد البت بقى كان اسمه المزدوج يعني، اللي هو يا واد يا بت ده بقى، تلاقي نصه الشمال ونصه اليمين راجل وست بيتخانقوا مع بعض علشان يعيدوا علينا وعلى اللي جابونا واللي خلفونا الكرة بكره، ويتخانقوا من جديد، وماهر يرجع بفاتن المختبر وكله يفرح بقى وينبسط بقى. وهي بقى